13. 13 يا شباب، حد بيسأل على 18 سؤال 13 ولا لا؟ 18 18 كان 18 تقريبا. 18. الكسر بيعبر عن عدد، ما انا لسه شارحه ده، ما هو ما قابلنا اهو، انا لسه شارحه، ما احنا فهمناش بقى ان احنا كنا بنقوله نايمين ولا ايه. افتح كاميرتك، مش هقول تاني بجد. ده ملوش دعوة اللي انت حلتيه، ده المفروض ان هو لا بيقول والله، يعبر عن لا العدد والله، النسبي. هو ملوش دعوة. ازاي ده الكسر ماشي اللي بيعبر عن العدد النسبي سالب 37؟ ما هو 37 حطي مقامها واحد، هي هي، ما انا قلت اي عدد صحيح اقدر احط مقامها واحد عشان تبقى في صورة عدد نسبي بسط على مقام. انا مش لسه قايلة الكلام ده؟ لو عندي 5 احط 5 على واحد، 2، 2 على واحد، اي رقم اقدر احط مقامه واحد. السؤال غيره، حد عنده أي أسئلة تانية؟ شكرا. طيب يا يوسف، هنا القيمة المتطرفة، مين هنا في دول؟ مش 70 يا مس، علشان هي الوحدة الكبيرة أوي. طيب طالما لقيت 70 رقم كبيرة، يبقى هي هتأثر على الوسط الحسابي وهتخليه يزيد. لو القيمة المتطرفة رقم صغير بالنسبة للأرقام اللي موجودة، هتأثر على الوسط الحسابي وتخليه يقل. بس ببساطة خالص، القيمة المتطرفة رقم صغير هتخليه يقل، القيمة المتطرفة رقم كبير هتخليه ايه؟ يزيد. بتخلي مين؟ هي بتأثر على مين يا يوسف؟ بتأثر على الوسط الحسابي. طب هل هي بتأثر على الوسيط؟ لا، تأثيرها بيبقى ضعيف جدا، لكن الوسط الحسابي تأثيرها بيبقى باين جدا. فعشان كده دايما بنقول ان احنا نستخدم الوسيط افضل لو قيم ما فيهاش، لو فيها قيم متطرفه. يعني انت زي قدامك ده فيها قيم متطرفه، ايه الافضل انك تستخدمه؟ تستخدم الوسيط افضل من الوسط في الحساب. تمام؟ تمام مس. طب ها، لو كان فهمتها في يا يوسف؟ 70 يا مس، لو كان في 70 وواحد، يبقى كمان يعني واحد. كوبين متطرفين، واحده صغيره وواحده كبيره، يبقى مش هيعمل حاجه لان الاثنين هيعادلوا بعض. بس طب لو كان جايب لنا يا سؤال مس قطع تعمل الوسط عدد في يعني. السؤال، ها الوسيط يا مس، كنا نكتبه يبقى كما هو. الاثنين اه مس التعبير العددي فوقي، وين بس أنا قيمة التعبير بتكلم ما العددي؟ بين اللي إحنا لو كان ده جالنا بدل الوسط الوسيط، أكتبه يبقى كما هو. الوسيط مش هيأثر عليه يا بابا، كده كده سواء في قيمة متطرفة أو مفيش أو فيه، الوسيط كده كده دايما بيبقى أدق بكتير من الوسط، ما بيأثرش عليه أصلا القيمة المتطرفة. ما أنا قلت لك بس السؤال يعني رقم كل واحد 25 قيمة يبقى التعبير كله العددي ولا بتقول إيه؟ مس؟ بس 24 يكون قلنا الوسيط، كان يقول ولا يبقى كما هو؟ لا يفضل زي ما هو، ما بيأثرش. تمام. قيمة التعبير العددي 5 أس 2 ناقص 20. أول حاجة ده اللي ببدأ بيه هي الأقواس، 5 أس 2 بـ25، لأن 5 في 5 بـ25، فدي أول حاجة هبتدي بيها. فلما أطرح 25 ناقص الـ20 هتدينا 5. بعد كده بعد ما مش بخلص متغلط. الأقواس، بعد ما بخلص الأقواس ببدأ أشوف الأس، وبعد الأس الضرب والقسمة، وآخر حاجة الجمع والطرد. عندي 2 أس 2 بـ4، طيب أنزل بقى الباقي زي ما هو، أشوف هبدأ بالجمع ولا بالطرد. 25 زائد 12 ناقص. طبعا الجمع الأول ببتدي بيه عشان أنا بشتغل من اليسار لليمين، قابلت الجمع قبل الطرح يبقى هجمع قبل ما أطرح. 25 زائد 12 تبقى 37، 37 لما نقص منها 4 تبقى 33، 33 أجمع عليها 5 تبقى 38. إحنا بنمشي بترتيب عمليات مش أكتر. أنا طرحت الأول. طبعا غلط، هيطلع لك الناتج غلط. أول حاجة إحنا بنشوف اللي في الأقواس.
صح، الأقواس ثم الأسس ثم الضربة الإجابة طول والقسمة، الكام يعني؟ 38. ثم الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين. نبتدي بأول سؤال الاختبار الثالث. يلا يا محمد، المدى المجموعة القيم. دقيقة واحدة. طيب مثلا الناس ما تزعلش لو لقيت نفسها مرة واحدة بره السيشن، ماشي؟ أعرف إنك قفلت الكاميرا وأنا خدت بالي. مثلا احنا نضرب ثواني، اكبر كم مع اصغر، اكبر مع الكبيره مع الصغرى، بعدين نقسمهم على الاثنين. لا، المدى أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. خدنا القانون بتاع المدى، أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. ناقص تمام. الكبرى 88، الصغرى 12. ثواني الكل توصل. قاعد بيحل بيكتب القوانين. قابلك قانون اهو المدى، اكتبه، اكتب المدى بالمس. فكرتني بيه، اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة. الناتج 76. اكبر قيمة 88 واصغر قيمة ال 12. فلما اجي اطرحهم من بعض، 8 ناقص 2 6 و8 ناقص 1 7. ممتاز يا محمد، 76 فعلا. يلا يا يوسف السؤال اللي بعده. من التعابير الرياضية التالية تمثل تعبيرا عدديا مع عددان؟ كل التعبيرات الرياضية اللي قدامك دي فعلا التعبيرات كلها عددية مع عددين. أما ده بنسميه إيه؟ مس دال يمس معادلة. لا، ده مش معادل. ما هوش متباينة يمس. مش أنا عارفة. قولي يا سما. تعبير رمز. شاطرة يا سما، أحسنت. اللي صح بعده، يلا يا محمد حماد. يريد أمين مكتبة إن هو يوزع 414 كتاب على 23 رف، هيحط في كل رف كام كتاب؟ هنعمل إيه؟ احنا هنعمل إيه يا محمد؟ قصدي هنقسم يلا، 414 قسم 23. أول ما أشوف كلمة توزعها من غير ما أفكر بنقسم، هنقسم إزاي بقى؟ احنا هنعمل الجدول بتاع 23. ماشي، الواحد في ثلاثة، الواحد في ثلاثة، 23 ب 23. طيب أحسنت. بس أنت هتدور في الجدول على 41، عرفني إنك هتدور في الجدول على إيه. احنا هنجيب 41 عشان هنضربها بقى، ماشي. والاثنين في 23. أول حاجة الاتنين في اتنين بأربعة. بنضرب من اليمين، بنضرب من اليمين، نبدأ بالثلاثة، ضرب يمين وليس الشمال، الشمال قسمة فقط. الاتنين في تلاتة بستة. تمام، والاتنين في اتنين بأربعة هتبقى ستة ستة وأربعين. وأربعين. ستة هنكمل؟ وأربعين هتكمل؟ لا هناخد احنا بقى مش هناخد 46، هناخد 23. هنحط فوق ممتاز يا الواحد محمد، نضربها هتدينا 23. هنحط شاطر. واحد. أما نطرح هنقول هنطرح هننزل الاثنين تمام، والواحد في ثلاثة بثلاثة. هي 1 ناقص 3 مش 2. احنا بنطرح من اليمين زي الجمع، زي الضرب. مش هينفع نطرح واحد من ثلاثة. فهيبقى 11 وال4 تبقى 3، هنستلف زي الطرح العادي. 11 ناقص 3 8، و3 ناقص 2 1. طبعا لو ما طرحتش صح من البداية الإجابة تطلع غلط. ونزل اللي عليك دول تحت شرط 16 هنا ونزل. هناخد 23. هننزل الأربعة هتبقى 184. هندور في نعمل جدول 23 اللي يدينا 184. اضرب كده 23 في 4. 26.
أربعة في ثلاثة باتناشر، اتنين ومعانا الواحد، أربعة في اتنين بتمانية، واحد تسعة، لسه ما لقيناهاش. هنضرب 23 مثلا في رقم أكبر شوية، احنا عايزين رقم مثلا أوله. خمسة لو دورت ثلاثة في خمسة وثلاثة. ب 15، مش أولها أربعة. ثلاثة في ستة لا ب 18، الثلاثة مش وعشرين أولها أربعة. في الخمسة. ثلاثة في سبعة ب 21، مش أولها أربعة، ده واحد. ثلاثة في ثمانية ب 24، يبقى هي دي أولها أربعة، يبقى غالبا اللي هتنفع الثلاثة في ثمانية. ده بيسهل عليا ان انا ابدا افكر ان هاخد مين. تعال اضرب كده 23 في 8، 8 ضرب 3 ثلاثة في ثمانية ب 24، 24. أربعة في هنحط 8 ب 2، 24، والاثنين في ثمانية ب 16، ومعانا 2. هيبقى 18، فيبقى ايه مية فعلا وأربعة حلو. وثمانين. فاحنا هناخد نحط الثمانية، هنضربها تديلنا 184، ماشي يا ونطرح معلم، بقى هيبقى انك الصفار، جايب لي على الشباب لما يبقى 18. 414 نوزعهم على 23 رف يبقى 18. صح. السؤال اللي بعده، يلا مروان طلع. محمد محمود، إذا كان x y متغير و x متغير مستقل، فإن المعادلة اللي بتعبر عن جمع 5 من 10 هي مين؟ جمع 5 من 10 مين في دول؟ رقم جيم. رقم جيم، واي بتساوي اكس زائد 5 من 10. ممتاز. اللي بعدها، يلا يا سما، مين البيانات الوصفية، مين دول من البيانات الوصفية؟ فصيلة الدم. ايه؟ فصيلة الدم فصيلة الدم، صح، لأن والسمع. عدد الأبناء والعمر ورقم الهاتف دي كلها بيانات عددية لا صح، رقم صح. نوعية. نوعية أنا عندي البيانات نوعين، صح؟ إيه هي؟ إيه هي يا شباب؟ وصفية عددية وعددية. وصفية وهي وعددية. الوصف دايما بتوصف حاجة، بتبقى حروف. عددية دايما أرقام، أعداد. يلا اللي بعديها يا حبيبي، اتفضل. مثلا صح. ممكن سؤال، ايه فصيلة الدم اللي هتبقى اي بي سالب او اي بي موجب؟ يعني كيف ايوه، انا اعتقد ان كان لها اسم، بس ايه هو؟ هي اسمها فصيلة الدم، صح؟ او او بي او ايه، مالها؟ تمام يلا يا حبيبي، تمام بس لسه اهو قايلين ستة. مقارنة الاعداد النسبية. مين الاكبر؟ بس كلهم زي بعض، بس لأن كل مطابقة تاخد السالب من العلمين. ممتاز ممتاز يا حبيبي، ده يبقى 7 على 5، صح؟ والتانية لما هضرب 1 في 5 في 5 واجمع عليها 2 تبقى 7، والمقام بينزل زي ما هو، الاتنين زي بعض. ممتاز يا حبيبي، احسنت. يلا يا مريم، مش وانت بنعمل حركة اضرب ايده في رجله وزود راسه على كده. ما هي هي، ما احنا عشان ده يبقى الشكل ده، نابر مش صح ده بص تمام، على مقام والتاني ده رقم وبسط، يعني عدد بس كسري عدد ايده وكسر. في رجله زائد راسه، ايده في رجله زائد راسه. يلا يا مريم، إذا كان سعر قطعة الحلوى 10 جنيهات على الأقل، فإن المتباينة التي تعبر عن ذلك أقل حاجة هتدفعها لقطعة الحلو 10 جنيه، أقل حاجة. رقم جيم. رقم جيم، ممتازة. طب وما خدتيش ليه؟ هي مش جيم، ما خدتيش ليه بقى؟
ايوه معنى هو مش قالك انك ممكن تقدري تدفعي 10 جنيه؟ مش قالك سعر قطعة الحلوى 10 جنيه اقل حاجة تقدري تدفعيها؟ اقل حاجة تبقى رقم باء. صح كده. ليه؟ لان انا اقدر ادفع 10 جنيه واكتر من 10 جنيه، ما ينفعش ادفع اقل من 10 جنيه. اقل حاجة هتدفعها 10، سعر قطعة الحلوى بتبقى 10 جنيه. لكن سعر قطعة الحلوى ينفع يبقى 9 جنيه؟ لا، يعني ينفع الاكس دي تبقى اصغر من العشرة؟ ما ينفعش، هتبقى اكبر من العشرة، لان ده اقل سعر انت بتدفعيه لقطعة الحلوى اللي هو 10 جنيه، يبقى اكس اكبر من او تساوي العشرة. بس هتكون باء ولا زين؟ لا بقى، لان انا هقدر ادفع 10، ممكن تدفعي 10 عادي سعر قطعة الحلوى. تمام. السؤال اللي بعده، في حد ما جاوبش كده يا شباب؟ ماشي، يلا يا محمد تاني. محمد بقى، دقيقة واحدة. حد هيسأل سؤال؟ صحيح. يلا يا محمد، ايه حاضر العدد حاضر. اللي معقوس الجمعي بيكون نفسه؟ صفر عدد معقوس الجمعي هو هو نفسه، مين؟ صفر. الصفر. صح. هو يعني ايه معقوس جمعي يا شباب؟ بغير اشارة. هل الصفر ليه اشارة اصلا؟ الصفر ولا موجب ولا سالب، بيبقى يفضل زي ما هو. يوصف القيمة المتضاربة للبيانات التالية: 81. 1 و8. اللي بعد يا محمد حمادة، نوع الرسم البياني المناسب عشان تقدر تسأل السؤال: عدد التلاميذ لديهم من 90 إلى 80، من كذا لكذا، من 90 لـ80 لـ100، يبقى ايه بيان نوع المناسب مع عدد التلاميذ الذين لديهم من 90 إلى 100 أغنياء فترة على كده؟ أيهم هو؟ من 90 ل 100، دي تعتبر فترة. مين اللي بيعبري عن الفترات؟ ايه الرسم البياني اللي بكتب فيه الفترات دي؟ الرسم البياني بالنقاط، تمثيل بالأعمدة، تمثيل بالمدرج التكراري، مين في الدور؟ الرسم البيان. بالأعمدة ولا المدرج التكراري؟ عندك نوعين. الأعمد. طبعا الكلام ده مش صحيح، غلط. هو المدرج التكراري، وسبق وفهمنا الفرق بين المدرج التكراري والأعمدة. المدرج التكراري لما باجي أرسم بياخد قيم فترات، هيبقى مثلا من 2 لـ5، من يعني احنا 3، هنا مثلا من 90 5 لغاية 100. لـ7، من 8 لـ9، وهكذا. ودايما بيبقى الأرقام ما بينهم ملا، مفيش فجوات، يعني كلهم بيبقى لازقين في بعض. لكن لما ارسم تمثيل بياني بأعمدة، كل رقم بيبقى لوحده، الاتنين لوحدها، التلاتة لوحدها، الأربعة لوحدها، وبيبقى كل واحد لوحده، يعني هيبقى فيها بينهم ايه، فاص. يبقى الفرق بين المدرج التكراري والأعمدة ان المدرج التكراري لازم يكون فترات من كذا إلى كذا، لكن التمثيل البياني بالأعمدة بيبقى كل واحد لوحده، كل واحد خاص بنفسه. فهو هنا بيقول لي من 90 إلى 100، يعني من 90 ل المدرج التكرار. اللي بعده. محمد محمود، مس هي الوحيد رقم اللي مس ممكن لحظة، 7 و3. هي رقم اتفضل. 9 هتكون ايه؟ قلناها 81. واحد تمام. وثمانية طرف أكبر رقم فيهم مختلف عنه. يلا يا محمد. محمد محمود، الوسيط لمجموعة البيانات وسيط، خمسة يعني واثنين وثلاثة أول ما نقول وسيط يبقى إيه؟ نرتب صح، وسيط ترتيب على طول. اثنين وبعد كده الثلاثة وبعد كده الأربعة بعد كده الخمسة والسبعة يبقى أحسنت. الوسيط أربعة. صح، هيتفضل 4 في النص. أحسنت. اللي بعد، سؤال رقم 12، مين اللي كان بعده؟ كان السما. مش هو مين آخر حد جاوب؟ محمد محمود، أيوة أنا. بس مش المفروض مروان؟ مروان مجاوبش. هو مروان فين اصلا؟ تمام. هو مروان موجود وانا مش شايفاه ولا ايه؟ فضل ما انا عارفه انه خرج من بدري، هي ما خدتش بالها. يلا يا سما، الرمز الذي يمثل العدد المخرج في المعادلة وتساوي 2.2 × 10 زائد إكس هو؟
الواي. الواي هي المخرج، لكن المدخل هيبقى 2 و2 من 10 زائد الاكس. يلا يا شباب اللي بعده، مين اللي بعديها؟ حبيبة المقدار الجبري اللي بيعبر عن نص العدد تي مطروح عن مين هو؟ 6. نص العدد تي مطروح عن مين هو؟ 6. المطلوب يلا يا حبيبة، ايه ايه مثلا نعبر عنها ازاي؟ نص العدد تي مطروح عن مين هو؟ 6. ستة ناقص تي لا عارفة يا مريم؟ تبقى تي ناقص ستة. لا. ايه؟ تي ناقص ستة لا، بيقول نص العدد يا شباب، انتم مش شايفين كلمة نص العدد دي؟ بس انا عارفاها، بس هكتبها لاني مش عارفه اقولها ازاي. بس تبقى النص ناقص ايه؟ ستة. يلا يا حبيبة اكتبي. لحظه يا مس، ماشي، صح كده يا مس؟ صح. طب ما قلتليش الإجابة، انتي تقولي لي ما انا ستة مش ناقص تي. ستة ايوه، ناقص تي كنت لسه هقول النص. دي نص مش تي، مفهوم صح؟ مفهوم تي على الاثنين، نص يعني مش مفهوم مضروب مفهوم في تي على تي. الاثنين، نص مش العدد تي مفهوم يعني مفهوم نص تي على الاثنين. 1 على 2، ده يعني نص. مطروحا منه ناقص 6. شاطر، حسنت يا حبيبي. خير يا يوسف، ايه اللي انت مش فاهمه؟ الناس مش هم المفروض تبقى تي على الاثنين. والله نص، هي تي على 2، ما فرقتش. بس لو سمحتي، ما الفرق بين مطروحا من ومطروحا من؟ واو، مطروحا منه بتسيبهم بنفس الترتيب يا محمد. قلنا مطروح من بتعكس، لو كان قال لي نص العدد تي مطروح من 6 كنت قلت الستة هي اللي ناقص نص تي. ما الفرق بينهم أصلا؟ تمام. يلا يا مريم اللي بعديها، قيمة 6، قيمة الإكس هنا 6 إكس بتساوي 66، يبقى الإكس بكام؟ لحظة، 11. صح، 11 في 6 ب66. العدد العوامل الأولية 2 و5 و7، كل حكاية شيل الفصلة وحط علامة فيه. 2 في 5 ب10، 10 في 7 ب70. طيب الواجب هيبقى باقي المحافظة دي يا شباب، باقي الاختبار ده عشان مش هنلحق نخلي الباقي دول. خد يا محمد كده سكرين دول. الجزء ده يبقى واجب بونص. اللي بعده واللي بعده والصفحة اللي بعدها اللي هو الاختبار لحد من اللي بعده صفحة 211 لا برضه. مش كده. ايوه